من هذا المنبر نبعث برسالة للمرأة الفلسطينية ونقول لها كم أحبك ونتمنى نكون في مكانك. نتمنى والله، لأن المرأة الفلسطينية برهنت حباها الله وألبسها لباس القوة والإيمان والتقوى، خاصة تؤمن بأنها ستنتصر مهما طال الزمن. والفلسطيني المجاهد الصامت برهن هو الآخر في كل مرة، في كل دقيقة، في كل ثانية. فإحنا يا سيدي، بعد الكلمة اللي قلتها، تأكد أنه بداخل كل مرأة جزائرية بركان أبداً، ما يطفى أبداً إلا وانتصرت بإذن الله فلسطين. أفتخر بالشهداء أنتعنا، أعضاء لي معانا في هذه الجمعية، أخذوا من الجزائر المؤونة فعادوا إلى ربهم من فلسطين مأمونين. الله أكبر على هذه الحرب، على هذه القوة الفلسطينية لربي أعطاها لكل واحد فينا وفيكم. فتحية للمرأة الفلسطينية، تحية للابن الشهيد، وأنقلهم النصر قريبا، والله يمهل ولا يهمل. تحية فلسطين. شكرا لكم.